7 سنين على كفاية، واحدة من أكفأ وأنجح الحركات الاجتماعية اللي أثارت الكثير من الحراك في الوسط السياسي والشعبي. الكفاية كانت كلمة جديدة وعلى العقول وعلى التكوين، وكان ساعتها مفاجأة حقيقية، واضطرب النظام عشان يتعامل مع كفاية يعمل معاها إيه. انتقدت بجرأة غير مسبوقة الكثير من السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقاومت ملف التوريث وبقوة منذ اللحظة الأولى. كفاية كانت صرخة بدأت من 7 سنين وصلت للانتفاضة وللثورة اللي وصلت بينا لهذا المنحنى، وستذهب بنا بإذن الله إلى ما تستحق هذه البلاد من مجد وتقدير. أدعوكم للترحيب بشمهندس محمد الأشقر، المنسق العام لحركة كفاية. بشمهندس محمد، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت بالصحة والسلامة. والأستاذة مريم بشمهندسة مديحة قرقر، منطقة صح؟ صح. عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية، كل سنة وأنت طيب. كل سنة ومصر إن شاء الله ثورتها هتنجح. إن شاء الله. أحمد دومة، الأستاذ أحمد دومة عضو اللجنة التنسيقية لحركة كفاية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. بشمهندس محمد، خلينا نرجع بالذاكرة، والذكرى تنفع لكل المؤمنين. 7 سنين وقت الظهور الحركة كان ليه، والفكرة جت ازاي؟ هي طبعا الفكرة جت من اغلب قيادات العمل الوطني في مصر بعد ما لاحظوا على الأحزاب والقوى الوطنية حالة من الركود والامتثال لما يطلب النظام الحاكم في حينه، بأنه لا يخرج لهم صوت في الشارع وأنه يستقروا في أحزابهم دون أي عمل جاد في الشارع، وإحساس هؤلاء الشرفاء بأنه بلدنا ما تستاهلش ما يحدث لها الآن، وبالتالي لابد أن يكون هناك وقفة مع النفس لمواجهة هذا النظام. هذا النظام كان يعني الحقيقة بيمثل دور التشكيل العصابي الإجرامي الجنائي، وكان يعني خالق حالة من العداء الشعبي ليه، خاصة في مواقف النظام البائد المتعلقة بالعلاقة مع الأمريكان والصهاينة، بالتبعية ليهم والبعد الاجتماعي الاقتصادي. حالة كانت الحقيقة يعني سايب أثر على الناس في الشارع مميت. فبدأت هذه الرموز تفكر في عمل جديد. اجتمعوا، وأنا لم أحضر الاجتماع الأول، أنا الحقيقة أنا حضرت الاجتماع تقريبا الثاني، وبدأوا يتفقوا حول بناء حركة جديدة تقوم بهذا الدور البديل عن يكون دور حي بديلا عن الدور الميت لهؤلاء الأحزاب وقوى. بدأوا بالفعل في طرح بيان تأسيسي يدعو لأهداف الحركة إيه، ثم في الاجتماع التالي بدأ طرح اسم للحركة. يعني تم التفكير في، كانت اسمها في الأول الحركة المصرية من أجل التغيير، ولكن في الاجتماع الثاني طلب أن يكون هناك لها اسم رمزي خفيف. منين يعني جاء الاقتراح ده؟ والله احنا كنا في اجتماع في مكتب الأستاذ عصام الإسلامبولي، وكان حضره حوالي 10 أو 11 فرد مننا من رموز الحركة، وطرح البحث عن اسم، فالجميع يعني تبارى في اختيار الاسم المناسب. فاكر اسامي من اللي اقترحت في هذا التوقيت يا باشمهندس؟ هو كان في ارحل، كان في انا الحقيقه لا اتذكر غير ارحل وكفايه. ارحل وكفايه، ولكن كفايه كان ليها الغلب. كفايه اول ما طرح اسم كفايه خد اكتساح. طب محتاجين ننسب الفضل لصاحبه بعد الله عز وجل. مش فاكر اول كلمه دي طلعت من مين؟ انا الحقيقه يعني قلت في برنامج سابق بناء على ذاكره الدكتور عبد الحليم انديل واخرين، الدكتوره كريمه الحفناوي، ان انا اللي طرحت هذا الاسم، وهذا خطا. لم يكن انا صاحب هذا الاسم. يرجع هذا الاسم للأستاذ جمال فهمي
عضو مجلس نقابة الصحفيين. ليه كل التحية والتقدير. طيب انا هرجع لحضرتك تاني، ولكن حابب اسال باشمهندسه مديحه، انت معاهم من 7 سنين ولا من الاجيال والطلائع اللي انضمت بعد كده؟ لا، هو انا دخلت السياسه اساسا في 2008 بس، فانضميت لحركه كفايه طبعا لمبادئها، وان هي رسخت مبادئ وطنيه ما كانتش موجوده في حركات كتير وما كانتش موجوده في احزاب كتير، فانضميت لحركه كفايه وكنت عضو 6 ابريل واستمريت معاهم. طب ثانيه واحده، هو كان مشوار عادي كده انضميت لحركه كفايه؟ يعني ده كان موضوع عادي في البيت؟ طب مع السلامه يا ماما انا رايح حركه كفايه، كان مواجه بالترحاب؟ هو انا والدي دكتور مجدي كركر هو اعتقل في 2008، هو في حزب العمل، وانا كنت بره السياسه لغايه اليوم اعتقاله. انا كنت كليتي يعني في محافظه بعيده شويه، وبعد ما اتخرجت على طول اعتقلوا والدي، وساعتها نزلت المحكمه كنت بروح له السجن ودخلت السياسه وبقيت من شباب حركه كفايه، بس ما كنتش في مكتب التنفيذي ولا اي حاجه. وبعدين في 2009 بقيت في المكتب التنفيذي وليا الفخر. استاذ احمد، امتى كان تاريخ الانضمام؟ يعني انا في كفايه منذ لحظه الميلاد الميدانيه لكفايه، وهي 12/12/2004. واتذكر ان انا يعني كان عمري تقريبا 14 سنه في المظاهره الاولى، وانا اصلا من البحيره، يعني يوم مظاهره كفايه تقريبا يعني سبت البيت او هربت من البيت عشان اروح مظاهره كفايه اللي فيها عبد الوهاب المسيري وفيها الناس اللي انا كطفل في الوقت ده تقريبا او صبي في الوقت ده، دول بالنسبه لي هم الرموز او الابطال بالنسبه لي. ودي كانت المشاركه الاولى. صحيح مولد كفايه كان قبل كده بشهرين او ثلاثه، لكن انا حضرت وكان لي الشرف ان انا يعني اكون من لحظه الميلاد الميداني الاول في كفايه الى الان من 2004 لدلوقتي عضو لجنه تنسيقيه. طيب بما اننا اتكلمنا عن الانطلاقه الاولى ومن اطلق كلمه كفايه، بينضم لينا على التليفون الاستاذ جمال فهمي الكاتب الصحفي وعضو نقابه الصحفيين. استاذ جمال اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. لسه باشمهندس محمد الاشقر بيقول لي ان كلمه كفايه صدرت من عند حضرتك للتاريخ واحنا بنحتفل بمرور 7 سنوات. فاكر اللحظات دي يا استاذ جمال؟ طبعا فاكرها. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. تحياتي للبشمهندس محمد. والحقيقه هو يعني انا لازم طبعا احييكم على انكم يعني ذكرتوا هذه الذكرى المهمه، لانه يعني حركه كفايه هي الاب الشرعي لثوره 25 يناير. ويعني دي كانت الصرخة الأولى في الظلام طبعا، يعني كثير من المناضلين وكثير من المكافحين يعني مهدوا لهذه الصرخة قبليها سنين طويلة كمان. لكن دي كانت أول مرة عمل جماعي منظم ويعني متعدد ومتنوع الاتجاهات. يعني كانت كفايه تقريبا جبهه وطنيه فيها كل تنوعات الطيف السياسي والقوى الوطنيه المصريه، اللي هي بعد كده برضو صنعت مشهد التحرير. يعني مشهد التحرير المتنوع ده الرائع اللي بهر العالم ده كان لازم له مقدمات. كانت مقدمته هي من 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 حيث التنوع، كانت مقدمته حركة كفاية. كان يعني يكفي ان المؤسسين لحركة كفاية العدد المحدود الاولاني لحركة كفاية كان تقريبا كأنه برلمان برلمان معبر عن تنوعات المجتمع، مثال البرلمان اللي جاي ده الله اعلم هيبقى شكله ايه. لا، برلمان الثورة الحقيقي الحقيقة كان في الجمعية العمومية الحركة، كل تنوعات الطيف السياسي الوطني كانت موجودة فيها. وأهمية حركة كفاية إنها لأول مرة كان يعني في خصوصا عندما انتقلت فورا للشارع وأعلنت عن نفسها في الشارع، لأول مرة تنتقد يعني ينتقل النقد والتعريض ب الحاكم الدكتاتور ليه هو مباشرة
دون ما حتى وسط من سياساته. يعني كان ممكن يبقى في مظاهرات مثلا ضد من اجل سحب السفير الاسرائيلي ولكن توجهتوا انتوا لاساس الداء زي ما كنتم عارفين، ما لفتوش ولا درتوا. لا يعني هي كانت في اتجاه الحاكم بمناسبه ديكتاتوريته مباشره. وانت كنت رايح الاجتماع الاول يا استاذ جمال في ذهنك كلمه كفايه ولا كانت وليده الفكر المشترك ساعتها؟ يعني هي الحقيقه انه ان احنا يعني انا في المؤتمر الصحفي احنا كان في مجموعه لقاءات محدوده جدا، عدد افراد اقل من عدد الاصابع اليدين الاثنين، يعني هم اللي فكروا في يعني الحركه دي واطلاقها. ثم لما عملنا المؤتمر الصحفي اللي كان في جمعيه ابناء الصعيد، انا طلعت وقلت هي اسمها الرسمي الحركه الوطنيه من اجل التغيير، وانا قلت خلينا نسميها حركه كفايه مباشره، يعني يبقى ده يعني ده اسمها، ده اختصارها والشعار بتاعها هو نفسه اسمها، يعني السلوجان بتاعها هو نفسه اسمها. طلعت وقلت ده في المؤتمر اللي كنا عاملينه في جمعيه الصعيد، واللي هو انها فيه لاول مظاهرة خرجت اللي كانت واقفة قدام دار القضاء العالي. سبقها المؤتمر ده، وأنا قلت فيها كلمة كفاية لابد تقتصر اسمها ويبقى الشعار بتاعها الدائم اللي يعني أنا استفدت هنا، يعني الحقيقة كنت بفكر فيها كصحفي. طب خلينا نفكر فيها وانا بختم مع حضرتك. جه في تصورك او حضرتك بتحلل الموقف بعد مرور 7 سنوات هذه الاشاره الالهيه واللي تتشابه مع قصه سيدنا يوسف عندما فسر الحلم انه 7 سنين عجاف يتلوها 7 سمان وعدت ال7 سنين العجاف منذ بدايه حركه كفايه، تتوقع ان ال7 سنين الجايين يكونوا بالفعل سنين سمان لمصر؟ أنا أتمنى طبعا يعني إن شاء الله، وأنا متفائل رغم كل العراقيل والصعاب والواقع بالغ الاضطراب والفوضوية اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، لكن أنا متفائل جدا بالمستقبل. ويعني لكن عايز أضيف إنه ال7 سنوات اللي يعني أمضتهم كفاية من بعد ميلادها ما كانوش إيجاب، هم كانوا ملأة بنضال وكفاح أكيد. العجاف رجع على البلد نفسها يا أستاذ جمال، يعني البلد كانت أنت عارف خلاص وصل لمرحلة صعبة جدا. يعني هي كان سنين يعني تأجج الغضب في الصدور لغاية لما انفجر في 25 يناير. بالمعنى ده إذا كنت تقصد المعنى ده فأنا معك تمام، وكل سنة وانت طيبين. وانت طيب، ما اقدرش اقول لك كفاية رغم انك انت صاحب كلمة كفاية يا استاذ جمال فهمي، بشكرك شكرا جزيلا. باشمهندس محمد، من اول الانتقادات التي وجهت لكفاية ان هي حركة النخبة، كنتوا بتردوا على ده ازاي؟ اعتقد الشارع هو اللي كان بيرد، مش احنا اللي كنا بنرد. يعني معنى يعني تلهف الناس لحركة كفاية ده، انا لغايه دلوقتي الناس على فكره فضحان، يعني انتوا فين؟ لازم تعملوا حزب، احنا عايزين ننضم. الثقه التي تولدت خلال فترات النضال السبعه اللي فاتت اعتقد تركت حاله من الاعجاب من الناس بقدره هؤلاء الناس على مواجهه الصعاب ومواجهه البطش والظلم الذي كان يمارسه هذا النظام السابق. واحنا الحقيقه كنا يعني بنصطدم بقطار، بنصطدم بقنابل، يعني كان عندنا القدره الحمد لله ولا زالت هذه القدره قائمه حتى يوم يبعثون، باننا لابد ان نواجه هذا الظلم ولابد ان ندافع عن هذا الوطن وشعبه كلما اقتضى الامر وفي اي وقت. ده شيء مهم جدا. باشمهندسة مديحة، البعض بيقول ان الثورة اتخذت او خطفت من الشباب، صح؟ الثورة لسه مستمرة. الشباب لسه قدامهم كتير جدا. في شباب لسه يعني كتير لسه بيدخلوا، لسه بينزل الميدان. طول ما الميدان مليان
الثورة مستمرة، في شباب